صباحكم بالخير. يوم السبت 2 ديسمبر كانون الأول، يوم القمر مرافقنا برج الثور الترابي من امبارح، والأجواء جيدة جدا للأبراج الترابية لا سيما مواليد برج الثور. كيف رح بيكون هالنهار على كل الأبراج؟ نبلش مع برج الحمل. مولود برج الحمل، أنت تنتمي لمجموعة الأبراج اللي بعدها قوية، وأصلا كل هذا الشهر قوي جيد جدا بالنسبة لك. اليوم بدك تنتبه من بعض المصاريف، بدك تنتبه إذا عندك استثمارات أو إذا عندك مواجهات أو اجتماعات لحتى تضلك ربحان. انتبه ما حدا يجرب يخسرك. تبقى المواليد الاكثر حظا مواليد نيسان ابريل، بشكل خاص 18 و19. بنتقل لبرج الثور. بالنسبه لبرج الثور بعتبر انه هيدا نهار بيساعدك تماما لحتى تحط خطه بديله لمساله ما كانت ظابطه معك. يعني في خطة ما كانت ماشي حالها، اليوم لازم تحط خطة بديلة. اليوم في قرارات، في نظرة مختلفة للأمور، مصحصح جدا اليوم مولود برج الثور بغض النظر عن عمرك. يعني أنت اليوم حتى ولو تلميذ وولد وصغير أو كبير، اليوم مولود برج الثور إنسان مصحصح نشيط فعال جدا، وشايف الأمور مثل ما هي وشايفها حتى شايف لبعيد. الأمور ممتازة. تبقى المواليد الأكثر حظا هي مواليد أيار مايو، بشكل خاص 1 و2 أيار. كمل مع برج الجوزاء. مولود برج الجوزاء اليوم ما ماشي شيء معه، مش قاشع شيء مزبوط، واذا مفكر انك قاشع شيء مزبوط يمكن تطلع مغلط، وفلكيا يمكن يكون كثير في probability انك مغلط. يعني في اغلاط بتمرق معك انت ما بتشوفها، بتفكرها انه ماشي حالها وهي مش ماشي حالها. الاجواء اليوم بحاجه الى وعي تام. اذا نعسان بدك تصحصح، انتبه من اخطاء السهو. اليوم في اخطاء بتصير بتضيع لك وقتك، وقت ثمين جدا، بتضطر ترجع تعيد كل شيء من الاول. انتبه اللي من المحتالين، من الاخطاء، انتبه من البلبلة، من الفوضى، ومن التعب، ومن المشاكل والالتباسات. بشكل خاص مواليد 18 و19 حزيران يونيو. بكمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان اليوم أفضل من بكرة. شغل اليوم وبكرة لازم ينعمل اليوم، وبالتالي مطلوب من مولود برج السرطان يحاول اليوم انه بين عائلته وبين اصحابه انه اليوم ينبسط يفرح ويطلع منه شغل، ما تضيع نهار على الفاضي. بكرة الاحد والتنين فيك تمرقهم على الفاضي، بمعنى انه ما تحط فيهم على جدول اعمالك شيء مهم، لكن اليوم حلو انه تستفيد من الجو الجيد، بترتاح، تاخذ طاقة جيدة وتساعد غيرك، لسيما الناس اللي انت مقضى نهارك وعطلة الويك اند يعني معهم. الأكثر حظا بعدها 2 3 و4 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد نهار ممتاز لحتى انت تكون مسيطر على الأوضاع أو تطل على الأوضاع وتكون شخص واضح برأيك. نهار ممتاز لسيما إذا انت متأكد من المعلومات اللي عندك إياها، ومن المستحسن تكون واضح بكل شغلك. الأجواء ممتازة، بتحمل بعض مواليد برج الأسد من موقع إلى أفضل. الأكثر حظا هي مواليد شهر آب أغسطس، لسيما 20 لـ 22 آب أغسطس. بكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء نهار ممتاز لحتى يكون في عندك طلة مختلفة، لحتى يكون في عندك جرأة بطرح مسألة ما كنت تسترجي تطرحها من قبل. هيدا نهار بيحمل لمولود برج العذراء قدرة لحتى يخوض تجربة جديدة. إجمالا مولود برج العذراء بفكر مرتين ثلاثة وأربعة قبل ما يخوض أي تجربة، وبس لما يقرر يخوض تجربة جديدة بيرجع بيتراجع عنها. اليوم نهار ممتاز لحتى إذا محضر كل شيء تجرب شيء. اليوم نهار جيد، لكن شرط شو ما عملت إنه اليوم يخلص، اليوم بده يخلص، ما يكون في ذيول للايام المقبله. الاكثر حظا 11 12 ايلول سبتمبر، هن كل مواليد ايلول سبتمبر الاوفر حظا، تحديدا 11 و12. كمل مع برج الميزان. بالنسبه لبرج الميزان نهار بيطلب منك انك تكون بعدك عم بتتابع الامور، هيدا شهر بيطلب منك تكون موجود وكون حاضر، مش غافي او سهيان او مسلم وراءك المهمه شغلك المهم لشخص ما عنده الكفاءة الكافية. نهار بدك تتابع فيه الأمور، لسيما تصحيح أخطاء، ما رح أقول جسيمة، أخطاء كبيرة، خاصة إذا أخطاء عندك بدرسك أو أخطاء قانونية أو إدارية، فتابع الأمور. كون حذر جدا مولود 18 19 و20 أكتوبر. كمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب بتعرف أنه من امبارح الجو متوتر،
متوتر ومكهرب ومسموم شوي بالنسبة لإلك، كنت مفكر إنه أنت مسيطر على الوضع، طلع في حدا عم يجرب يحركش بالموضوع. فما تنجر، ما تنجر نحو الانفعال، لأنه فيها تكون مقصودة. بدك طول بالك، بدك تحافظ على هدوءك، على رصانتك، وبكرة فيك تعمل اللي بدك إياه. اليوم نهار متقلب مثل طباعك. الأكثر حظا بعد 2 3 4 نوفمبر تشرين الثاني، وبدي يضيف عليها 21 و22. بنتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس، الجو اليوم شغل شغل شغل، ركد ركد ركد، واليوم يضلوا أفضل من بكرة. مش لأنه بكرة سلبي، بس لأنه بكرة في عجقة ورح تنعجق ورح يطوشوا لك راسك. اليوم نهار طويل طويل، متعب جسديا، متعب فكريا، والأجندة حافلة بعمل أو بأعمال تاخذ كل وقتك. حاول تنتبه لصحتك، مسألة صحية يمكن تسترعي انتباهك. تبقى المواليد الأكثر حظا 24 و25 نوفمبر. بنتقل لبرج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي، نهار جيد جدا لحتى يكون في حب ومصالحة وتقارب. هيدا نهار معمول لهالشي، نوعية وقته هي للتقارب، مش لحتى ندفش بالناس أو للناس يدفشوا فينا. هيدا نهار هو معمول لحتى يكون في نوع من نتائج إيجابية، ورح تكون في نتائج إيجابية. فما تضيع وقتك بنقاش بيزنطي مثل ما احنا بنقول، يلي ما قاله نتيجة. حاول تكون ماشي على الأصول، وبالنتيجة بتاخد حقك وأكثر وحبة مسك. الأجواء ممتازة لإلك. الأوفر حظا 1 2 3 كانون الثاني يناير. بكمل مع برج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو، نهار بيطلب منك إنك تكون واعي أكثر على متطلبات أحبائك، متطلباتك أنت الشخصية الصحية النفسية العائلية. في بعض القصص عندك بالبيت بحاجة لانتباه، يمكن عندك على المكتب أو بمكتبك، وبالتالي كمان بدك تكون منتبه. في بعض القصص بدك تداريها. بكرة عندك أخبار كتير حلوة مطمئنة ومفرحة جدا، فما تنزعها اليوم. الأقوى بعده 30 31 كانون الثاني يناير، 17 و18 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت، نهار مناسب لحتى يكون في لك كلمة، يعني لازم يكون في لك حضور، لازم تكون عم بتشارك، لازم تسمع صوتك أو لازم توصل كلمتك. نهار ممتاز لتروح اجتماعات، لتقدم امتحانات، ما تخاف أو قلبك. بكرة ترتاح، أو فينا نقول الليلة بترتاح. وبالتالي حاول مولود برج الحوت تكون محضر كلمة، حاول تكون محضر درسك. لن تفتقد لا للكلمة القوية ولا الكلمة الذكية ولا الفكرة ولا للحجة القوية. بالعكس، اليوم أنت شخص قوي جدا، منافس قوي جدا. الأكثر حظا 28 شباط فبراير، 1 18 19 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، واضح أنه مولود اليوم بانتظاره عمل جديد، مسؤولية جديدة، يمكن عملك يضاف له. أنا ما قلت، لاحظ أنه أنا ما قلت في إضافة للراتب، قلت في أعمال وأعباء إضافية بتدخل عليك. السنة التي تلي هي رح تحمل لك المكافآت. هيدي السنة بدك تنتبه فيها أيضا على صحتك، فيها تقدم مهني أيضا. ديسمبر، نيسان، أبريل، أب أغسطس، هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي.